غدير خوم أول من ذكر في مقاماته وإعلان وكذا هو السيد الأنبياء. غدير خوم أول من وطدت ولايته فيه هو سيد الأنبياء نفسه. وللأسف هذا شيء ما مركز عليه. غدير خوم يعني فيما يعنيه ولاية أهل البيت العامة بدءا من سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء وسيد شباب الجنة إلى خاتم الأوصياء، بل وحتى الدائرة الثانية الصفائية لأهل البيت. وسنبين إن شاء الله إن شاء الله في حلقات هذه الغديرية وزيارة الإمام الهادي لجده أمير المؤمنين في زيارة الغديرية أن كيف حتى الدائرة الصفائية الثانية تريد أن تعرف سيد الأنبياء، تريد أن تعرف سيد الأوصياء، اعرف الدائرة الصفائية الثانية بنص الهادي وتنبيهه وإشارته القرآنية لذلك. ما تعرف معرفة كاملة سيد الأنبياء إلا ولا بد أن تعرف سيد الأنبياء بدائرته الاصطفائية الثانية من أهل بيته. هذا بنص القرآن كما يشير إليه الإمام الهادي وبنص الأحاديث المتواترة. وهذا السر أن سيد الأنبياء لكي يعرف في روايات متواترة بين الفريقين يعرف سؤدده للنبوة، يعرف سؤدده للنبوة، يدلل يبرهن على سؤدده في النبوة، يدلل على ذلك بمقام الحمزة أنه كتب على العرش أسد الله وأسد رسوله. شنو الصلة؟ نعم لها صلة. كذلك احتج أمير المؤمنين في روايات الفريقين على إمامته بمقام عمه الحمزة، لا على أصل إمامة أمير المؤمنين، على سؤدد أمير المؤمنين على كل أوصياء الأولين والآخرين.